السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من لقمه هنيه. الخميس كالعاده عارفين يوم العزومه او يوم لمه العيله، بنحاول دايما مع حضراتكم نركز كده في اخر الاسبوع نعمل اكلتين ثلاثه نقدر نعملهم النهارده لو اخر اليوم او بكره ان شاء الله حسب العطله، او كان حتى يوم الجمعه او السبت حسب الايام الاجازه. والمقصود من الحلقه دي بيبقى دايما بنعمل اكله واثنين وثلاثه، الهدف يكون فيها عزومه. ممكن نعمل الفرخه ثلاث فرخات، ممكن نعمل حته لحمه ايا كان الكميه، ولكن بعمل كميات تكون معقوله، ولو حبينا نضيف ونزود بنفس الفكره هيكون الموضوع اكيد افضل حسب الكميه. عندي النهارده ان شاء الله ثلاث اطباق اسهل من بعض. عندي موزه هقطعها وهنسويها مع حضراتكم بشكل يكون بسيط جدا، ونعمل لها بصلايه كده مبشوره، وفي الاخر نقفلها بطبق او بطاجن سان عصفور. الطبق الثاني عندي شوربه خضار فريش. فريش بكلمة فريش بمعنى كلمة فريش، يعني أنا جايب الجزر وقطعه النهارده صغير جدا، البسلة، البصل، الكرفس، الكرنات، الكوسة، كل حاجة حتى البطاطس كله فريش. وممكن نديها حتى لو عايزين نحطها مثلا بالفراخ نديها حتة فراخ صغيرة أو لحمة، يبقى نفس الموضوع. ده الطبق التاني. الطبق التالت هيكون عندي فرخة كاملة متقطعة ومتنظفة بالشكل الطبيعي اللي كل مرة بنعمله مع حضراتكم، تكون مخلية كده وشكلها يكون يعني واضح قدام حضراتكم. هنعملها بالشعرية، تكون ليها طعم مميز مختلفة شوية عن كل مرة، وبشكل بسيط كيس شعرية عندنا محمرين، ومع الفرخة هنعمل منها طبق كويس جدا. على ما أعتقد ثلاث أطباق أسهل من بعض. هنطلع فاصل، بعد الفاصل نفتح تليفونات مع حضراتكم ونتكلم ونعيش بعد الفاصل. اتفضل. مرة تانية مع لقمة هنية. كنا قبل الفاصل بنتكلم مع حضراتكم النهاردة على ثلاث أكلات أسهل من بعض بخصوص يوم الخميس. دايما بنحاول نعمل عزومة تلم الحبايب والأكل، طبعا كل يوم بنعمل أكل، ولكن الأخص دايما بقالنا الحمد لله مع حضراتكم فترة طويلة جدا بنتكلم على يوم الخميس بالأخص، يكون يوم عزومة نعمل فيه أكلة واثنين وثلاثة نلم بيها الحبايب والعيلة. دايما المتعارف إن احنا طول الأسبوع أكيد كل أسرة بتاكل بطبيعتها الفطار الغداء العشاء مع أولادها، بس أكيد في يوم هيجي يوم الخميس او يجي يوم الجمعه او السبت او الحد او حسب الاجازات بنتلم مع الحبايب مع القرايب مع النسايب مع الجيران، وبنعمل اكله حلوه حتى لو كان كيس مكرونه. الفكره اللمه اهم من الاكل ده كله والدوشه دي كلها، هو اللمه نبقى قاعدين بناكل مع ناس قاعده كده بتاكل كتير، هي دي الاكل مهما كان الاكل. فهعمل النهارده بمناسبه الكلام الجميل دوت، هنعمل موزه هتتعمل بشكل لطيف جدا بشكل يخني مع لسان العصفور بشكل بسيط جدا، وهعمل كمان عندي فرخه واحده مع الشعريه مدفونه كده بشكل يكون لطيف، وكمان عندي شوربه خضار فريش بقالنا كتير جدا ما عملناش خضار متقطع كامل. ونتكلم على التسويات من اول ما هنبدا بالبصل والكرفس والكرنات لحد ما هننزل باخر حاجه هي الكوسه اللي بتستوي بسرعه جدا هي والبسله. طيب نبدا على طول بسم الله الرحمن الرحيم في الموزه، وهنتكلم عليها بشكل بسيط جدا وواضح. الموزه طبعا كلنا عارفينها ما فيهاش اي كلام، بس تكون قدامي كده شكلها واضح اهي، نظيفه ما فيهاش اي حاجه خالص. طبعا في حته فيها القرقوشه دي في الاخر هنسيبها على جنب، وهنبدا الاول نتكلم واحده واحده كده نقطعها سلايس كده خفيف. ودايما بعض الناس تحب تعملها كامله، بس انا بقول دايما مع حضراتكم ايه، ان لما اعملها كامله باجي في الاخر بعد ما بتتسلق بتكش ما بتعرفش تقطعها، فالتقطيعه بتكون رقيقه كده وسمكها هيكون كده. شايف يا حماده اهو، شايف السمك اهو كده، حلو الكلام. السمك ده يكون معقول، هنشوف كل حاجه حتى يعني في التسويه كل عام. انا بتكلم في ايه بقى، ان انا بقطعها من دلوقتي واتبلها واسويها واظبطها وتخش معايا في الطبخه، وما ارجعش تاني اعيد بقى وازيد واقطع تاني واعمل مش عارف ايه، كله هيبقى من اول مره بشكل بسيط جدا. دايما بحاول اهتم بالقصه دي شويه وبتكلم فيها بشكل كبير جدا قبل ما نطبخ، بحس ان دي الاساسيات اهم من الطبخه، واهم ما اطلع طبق شكله حلو بخلاف ان هو يكون متجرنش او يكون شكل طبق شيك او يكون شكل الـ 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 الكاميرا اللي مصوره الطبق بشكل حلو. اهم حاجه التفاصيل دي، الاساسيات اللي ممكن بجد تكون حضرتك في البيت مميزه فيها عن جاره او عن صاحبتك او عن اي حد بيعمل اكل ومنافس ليكي. تمام، هجيب عندي حته لحمه كده بالشكل دوت باينه جدا بسيطه ما فيهاش اي افتكاسات. هجيب عندي سنه ملح بسم الله بسيطه كده دوت، ولو عندي حبه بهارات او فلفل اسود ابهرها كده تبهيره حلوه تبقى متطعمه كده مش اكتر من كده. حلو الكلام، كلام جميل. اجيب عندي حله سخنه واجيب عندي كده بشكل بسيط سنه زيت، هديها زبده ولكن الزيت الاول سنه زيت، وهنزل الاول بحته اللحمه
تتشوح لوحدها. اه طبعا هدفي من حته اللحمه لما تتبهر عشان لما انزل على نار سخنه كده اشم ريحه لحمه واشم برضه سن البهار تكون ليها طعم وليها ريحه قدامي، لان من غير البهارات عامه اللحمه لما بتنزل على نار سخنه تبقى ريحتها مش لطيفه، كلنا عارفين ده كويس حتى لو كانت لحمه مفرومه. فلازم ناخد بالنا شويه من القصه دي عشان برضه نبقى عارفين بنتكلم في ايه. دايما حتى حط حبه الملح والفلفل دول وانا بشتغل في المفروم، ليه؟ عشان تخلي معايا ريحه اللحمه فيها سنه كده ريحه حلوه ومفيش زفاره. ده المهم بالنسبه لي. حتى بالفراخ لما نبهر الحاجه قبل ما اشتغل تبقى ريحتها حلوه كده والزفاره ما تبقاش موجوده. هجيب عندي كده المسلوق بتاعي وابدا اقلب ونشوف الموضوع فيه. اه شوف يا حماده، اه بص الموزه، شايف الكلام؟ اول وش ده نعم، اه خدت اللون بسيط ما سيبهاش بقى تتحرق مني على طول، انا بشوحها او بشمطها بالبلدي كده يعني. تقلبتين حلوين، في ريحه حلوه جدا من البهارات اللي حطيتها او فلفل اسود طبعا لو متوفر وده الافضل كده اهو، وراح سيبها كده خمسه بس تاخد اللون على الوش الثاني. طب وبعدين هبدا انزل بقى عندي بحته الزبده دلوقتي على طول كده اهو، مكعبين زبده حلوين كده يطعموا الامور معايا، حلو الكلام. وهجيب عندي بصلايه حلوه وبهرها الاول قبل ما انزلها عندي في الطاجن، وهسلق كمان الفرخه اللحمه برده قبل ما انزل بالبصلايه عشان اتبل حاجتي مظبوط. هجيب عندي بصلايه كده زي ما حضراتكم شايفين مبشوره مع معلقه ثوم حلوه كده، وكمان اجيب عندي حبه ملح ابهر حاجتي الاول، وسنه بهارات مشكله، وسنه قرفه بسيطه تديني نفس مختلف، سنه شطه بسيطه جدا، وسنه كزبره، وحبه كمون صغيرين جدا، تبهيره بلدي جدا مع الفلفل الاسود. اه حلو الكلام لحد كده، وابدا اقلب دول مع بعضهم كده اهم بالشكل دوت، يتقلبوا مع بعض. اه بقت البصله هي متبهره ومتبله بفص الثوم وكل اللعب ده كله تمام لحد كده. تمام، خليني ابص على حته اللحمه بقى وابدا اخليها تتسلق قدام عينيا وبشكل بسيط جدا وسهل. اهو شايفها يا حماده بعد اذنك؟ شايف حته اللحمه عامله ازاي؟ بص الزبده، شايف؟ شايف الزبده؟ شايف؟ اه اه جميل كده، جميل جدا. عايز اخلي حته اللحمه دي مستويه، هي طبعا كده كده ما بتاخدش مني وقت في التسويه، لو عملت كده بص شايف المنظر؟ خدت بالك؟ هي ضعيفة جدا وحلوة قوي، بس عايز أأكد كويس قوي في تسويتها. هعمل إيه؟ هجيب عندي بصلاية صغيرة جدا وجزرية صغيرة جدا، فص ثوم وورقة كرفس عشان أعرف أشيلهم بعد كده في الآخر. وعندي هنا حباية حبهان، ورقة غار، وحتة قرفة. جميلة لحد كده؟ وراح جايب عندي هنا كده مية سخنة أو مرقة خضار حسب اللي عندي، وأعمل كده بسم الله. بس واحدة وكمان واحدة يا عم. اه واخد بال حضرتك؟ ده كده ايه اللي حصل؟ اغطي على دي على طول واسيبها خمسة تبدأ تسوي لي حتة اللحمة. لو انا قلقان ان ممكن ما تستويش مني او ممكن يبقى الموضوع فيه سنة تأخير في التسوية، لا انا شوحت خدت دول كويس وبهرتها عشان تطعم، وكمان تلاقي حبة خضار عطريين زي البصل والكرفس والثوم والكرات والحاجات دي كلها تديني نفس كويس جدا، حبيت حبان تعلي الشغل معايا، وكمان ورقه الغار. اديها بق المرقه ده تبدا تاخد مع نفسها كده وتبدا تستوي. بص شايف المنظر؟ اه واضح ما فيهاش اي كلام خالص. اروح اعمل ايه بقى؟ جايب على طول البصلايه دي ونازل بيها عليها. ليه بقى؟ البصلايه تبدا تدبل معاها وتستوي مع التتبيله اللي انا حاططها فيها كلها وفص الثوم وكل الحركات دي كلها. لسه ما حطيناش لحد دلوقتي الايه؟ لسان العصفور او الشعريه. انا كده بعمل يخني لحد دلوقتي اهو، شايف الكلام؟ اهو وسيبها تعيش حياتها، وبعد كده هنكمل تسويتها. عندي لسان العصفور انا محمره، يعني مش محتاج مني اي وقت خالص ولا محتاج مني حاجه خالص. اجيب بس طبق احط فيه الحاجات دي ونخش على اللي بعده. نشيل بقى مطرح اللحمه عشان نخش على الطبق اللي بعده بكل بساطه. دايما
لما ننظف نفسنا اول كده اول باول نحس الامور واضحه وسهله. جميل لحد كده احنا زي الفل وزي الفل. طيب هنخش على الطبق الثاني هي الفراخ. الفراخ اللي هعملها هعمل فرخه بالشعريه ودي جديده شويه على ودننا، احنا ما بنعملش فراخ بالشعريه كتير، بنعملها دايما لحمه بتلو بالشعريه والحاجات دي كلها. عندي الاول حله سخنه زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، سيبها كده سخنه. وعندي كيس شعريه، شايفه حماده كيس شعريه اهو متحمر ما فيهوش اي حاجه خالص. جميل. طب هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب الفراخ ونتبلها ونبدا نشوحها، نديها نفس الطريقه او شبيهه للطريقه بتاعه اللحمه اللي احنا عملناها، ولكن بتتبيله مختلفه وبشكل مختلف. اساسيات التتبيله عندي ممكن تتغير، اما اساسيات التسويه حسب نوع اللحمه اللي بيشتغل بيها. انا دايما ممكن اكون محاسبك شويه بفكره التسويات في اللحمه والمرقه لما تكون فيها ايه، واشيل المرقه دي واغيرها حتى لو كان في السجق. وعلى فكره انا مبسوط جدا ان مؤخرا لقيت بعض زمايلي وبعض الناس كتير اعرفها بقت تعمل نفس الطريقه دي، بقت حاجه كويسه. هي الاول كانت غريبه شويه، ناس كتير تقول لك يعني انا هقف اسلق حته لحمه واغير ميتها واعمل، طب انا اقعد اصدق والله بصوا يا جماعه يعني انا عملت الموضوع ده او اوائل الناس اللي عملناها في مصر من 5 6 سنين مع حضراتكم، والحمد لله مؤخرا بقت تبقى كمان بقت معروفه ان هي بقت ده الطبيعي. ده حاجه كويسه جدا لما ننظف الحاجه واحنا شغالين اول باول كده، وده المطلوب. طيب هجيب عندي بوله فاضيه وهبدا اجيب عندي الفراخ ونتكلم برده واحده واحده. عندي فرخه قطعها على 8 قطع او على 4 حسب اللي عندي. حلو كده. دي هعملها بالشعريه، يبقى لازم اتضفها تكون متنضفه كويس قوي ومتشال منها الجلد وكل حاجه. هجيب عندي سكينه نظيفه وهبدا هجيب عندي الفراخ الاول، وكالعاده بنشرحها تشريحه حلوه كده، شايف يا حماده؟ عشان تخش جوه التتبيله وكمان في الاخر تبقى شكلها حلو، لا مانع يعني. اه كده اهو. دايما حته اللحمه او حته الفراخ لو هي ما شدتنيش وانا بطبخها لسه، او هي لسه نيه قدامي وشايفها في المحل اللي هاكل منه او في البيت، ما اقدرش اكلها، ما اعرفش اكلها، يعني بحس ان الموضوع كده في حاجه غلط. لازم، ده مش عليا انا شخصيا، انا بتكلم على اي حد، لازم حته اللحمه تشدني كده او حته الفراخ تكون شكلها حلو. طيب سنه ملح، وعندي حبه بهارات حلوين قوي للفراخ اهو، حلو الكلام. وسنه زعتر بس ايه ناشف اهو، شايف الكلام؟ وراح بقلبهم مع بعضيهم لحظه واحده، وراح بقلبهم مع بعضيهم كده، شايف الكلام؟ نفسي اديها فص توم، بس التوم والجنزبيل هتقل عليه سنه بس لما السع اول لسعه. ليه؟ عشان التوم مفروم والجنزبيل مفروم هيتحرق جدا، فانا مش عايز حاجه تتحرق مني قبل ما اشتغل. انا كده تمام زي الفل. هروح جايب عندي سنه زيت عباد او ذره كده اهو، ماشي الكلام. وراح جايب عندي القطعه بتاعتي وجايب الفراخ ونازل كده، شبيهه للطريقه وبسيطة جدا واي حد ممكن يخش يعملها. اه وامرني والله ليك وحشة يا حاجة سميحة، انا فاكرك. والنعم. الو الو وين؟ صباح الفل يا حاجة سميحة. لا 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 صباح النور على نون. انا فاكر حضرتك اول ما قلت لي حاجة سميحة من الاسكندرية افتكرتك والله العظيم. والله العظيم انا زعلانة منكم كلكم. ليه؟ يعني التليفونات دي انا هدغدغها. معلش يا حاج احنا اسفين، حبايبنا كتير زي حضرتك والله، احنا بنعتذر لك والله. طمنا عليك يا علاء، انا يعني بطمن عليكم من التلفزيون. يا حبيبتي ربنا يخليك يا حاجه ويديك الصحه، بس انا بنعتذر لك على موضوع التليفونات لان حبايبنا كتير زي حضرتك وانت عارفه، بس المشاكل التليفونات دي خطوط وشبكات وتركيبه كده تفاصيلها كتير، فاحنا بنعتذر لك من غير اي كلام. انت ماما انت كويس؟ نحمد ربنا طول ما انتم كويسين احنا كويسين والله يا حاجه. انا والله قوي عشان كنت نفسي اسمع صوتك كده مباشره. ربنا يخليك يا امي ويديك الصحه ودايما كده نسمع صوتك بخير يا رب. المهم سلم لي على اللي عندك كلهم، وعلى احمد شرنفيه وعلى حماده الجديد ده. مين حماده الحلو ده؟ ربنا يخليك، انا سامع كويس بس سامع انت لسه على اصحابك وحبايبك صح كده؟ اه صح. يوصل يا حاجتنا. حاضر، انت اخبارك ايه؟ كويسه؟ انا الحمد لله بنعمه. مش ناوي في اسكندريه؟ هاجي لك اسكندريه عينيا. حاضر والله، وحبايبنا كتير جدا في اسكندريه. هجيلك اسكندريه عينيا. حاضر والله. يا علاء انت من 5 سنين بتقول لي الكلام ده. والله حاضر، انا عارف ان انا مقصر بس والله اسكندريه بحبها يا جدا. يا ابني العمر ما فيهوش بقيه. يا حبيبتي ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا حاجه والله، ربنا يخليك. انا بسلم عليك يعني عينيا، نفسنا نشوفك. كنت مكلمينا من سنين وانا عمري ما شفت حضرتك والله، وشرف لينا اكيد نشوفك والله يا حاجه سميحه. طيب الخط قطع اكيد من عند حضرتك لان انا مصدقكم من غير ما اتكلم.
كلمينا تاني حاجه سميحه، ومن غير ما تكلمينا بنشكرك جدا على اتصالك وشكرا جزيلا ليكي، واتمنى ان شاء الله في اي وقت تخش برنامجك وانت من الناس يعني من اوائل الناس الحاجه سميحه تكلمنا من 6 سنين مثلا متذكر ما شاء الله ربنا يديها الصحه. فدي شريكه معانا من مشاهدين لقمه هنيه والنهار كمان كلها مش بس عندنا احنا، بشكرك جدا. طيب بصي منظر الفراخ مالناش حاجه لسه اللي بنشوحها بس، شايف الكلام سند البهارات بسند الزعتر، شايف الكلام الحاجه يا جماعه لو ما كانتش نعملها كده على مزاج الافضل ما نعملهاش ولا سند، اصل احنا بناكل فراخ ولحمه او سمك اقل غلطه منهم تقفلني من الاكله، اقل حاجه بسيطه جدا ممكن وارد تخلي الواحد ما ياكلهاش تاني، فده مش صح، لازم نعملها كده بمزاج شويه على نظافه وكل حاجه. اهو بص المنظر ما فيهاش اي حاجه خالص وتمت كده. طب هتعمل ايه بقى تاني؟ هنديها عندنا فص الثوم اللي اتفقنا عليه، بسم الله كده اهو، وكمان عندي حته الجنزبيل، راحت فين الجنزبيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم اهي، بس هرفعها من على النار عشان خاطر بس ما تتحرقش مني فص الثوم ده اهو، واجيب عندي حته الجنزبيل دي سريعا جدا كده اهو، شايفها يا حماده حته بسيطه جدا تديني نفس كويس قوي، بقطعها كده ايه انعم تقطيعه في الدنيا، تنزل كده على الوش وارجع تاني بيها على النار مقرمشه، تحس ان الحاجه واخده حقها، واروح برضو عامل نفس الموضوع عشان اسلق حاجتي كويس، اروح مديها عندي سن، ممكن اديها كمان بصلايه اهي، تعالي سن من حرم حاجه اهو، بصلايه حلوه كمان، تعالي معايا التست وبرضو تقليبه حلوه كده اهو، شايف المنظر عامل ازاي؟ فاش كلام، نديها حبه المرقه دول بسم الله عشان تستوي، اضمن بس تستوي حاجتي، وبعد كده الشعريه عندي جاهزه واللسان العصفور والحاجات دي كلها تبقى سهله جدا وبسيطه، اغطي ومتشكرين. هرجع تاني ابص على الموزه، نعم يا فندم عينيا، بس بص الاول على الموزه وانا هاخد دينا، يا دينا الو يا دينا. طب اديني كريستينا، انا مستنيك يا دينا، كريستينا صباح الورد، الو يا كريستينا، كريستينا. طيب يبقى يعني دينا وكريستينا من عندنا ولا من عندهم؟ طب والنبي خدوا بالكم يا جماعه من المكالمات، حاضر مستنيك يا كريستينا انت ودينا تاني، حاضر. طيب بص المنظر، ادي البصلايه يخني بسيط جدا، هروح اعمل ايه في اليخني؟ خلاص اللحمه كده ما شاء الله، يعني لو انا عملت حركه كده كده اهي، بص شايفها انت جوه اه ما فيهاش كلام، هجيب عندي لسان العصفور متحمر وتمام تمام، تقلبتين حلوين ده بموزه نص كيلو، كل الكلام ده كله اه، وكيس لسان عصفور في البيت، والتانيه نفس الموضوع كيس شعريه، وبرده عندي فرخ اه، بص المنظر عامل ازاي، اصبر عليها سنه اسخن بس بايه اللسان العصفور، هرفع وانا شغال كده كرفسايه اللي حطيتها الاول، البصلايه الكبيره، الجزرايه، حلو الكلام، وادي فص الثوم، بس فص الثوم ده طعمه عسل مش عايز ارفعه بصراحه، هيبقى طعمه حلو جدا، وارجع تاني هقلبهم مع بعضيهم يشموا بس كده ايه طعم بعض، شايف المنظر، اصبر عليا اطلعك فاصل حالا بس خلص البيتزا، شايف المنظر عامل ازاي، والقرفه شايفها اهي، لو عايز ارفعها من دلوقتي هرفعها تمام جدا كده اهو، خلاص سويت الامور، هبدا هعمل ايه بقى دلوقتي، هاخد غلوه واحده على النار بحبه مرقه عشان اشرب لسان العصفور، وبعد كده اجيب الطاجن واروح مدخل على طول على الفرن، بسم الله كده اهو اهو كده اهو، وراح مساوي، انا بس بحاول دايما اغطي بس الحاجه ما اخليش الامور تبقى شوربه معايا قوي اه، غلوه واحده اول ما اجيب الطاجن اهو، كله لحظه واحده هقفل لك الدنيا واطلعك فاصل على الرواق، بس تكون عملت نتيجه، تبقاش قعدت تلغي وما عملتش طبخ في الاخر، ما ينفعش، هنجيب الطاجن ماشي كويس اه، بتوع المطبخ اللي معايا اول مره يعملوا حاجه بقالهم كتير حلوه، تخيل يعني فاجئوني ان حاطين الطاجن اللي انا عايزه جوه في الفرن، فاجئوني يعني المفاجاه دي، طاجن سخن جدا، تعالى يا حمودي تعالى ما تتكسفش، ناخد الغلوه دي وننزل بيها كده بسم الله
جاهز؟ اللهم صل على النبي. حلو الكلام؟ كلام جميل. وراح جايب عندي برضو عليها لوش مرقه كمان. غطي لسان العصفور. شايف الكلام يا حمود؟ بحبه مرقه حلوين عشان اسوي حاجتي واكمل تسويتي بقى. المرقه دي عباره عن ايه؟ يعني مرقه لحم ولا فراخ ولا دي ولا دي؟ انا جايب عندي، شايف العلبه دي؟ علبه كنور دي. جايب عندي فيها اربع خمس مكعبات طالبهم مع حبه المرقه دي كلها وشغال بيها طول الحلقه وهنشوف واحده واحده. حلو الكلام ده كده؟ وراح جايب عليها بص بقى مكعب الزبده ده كده. عامل تيست، مش كل يوم بتعمل طاجن زي ده. وراح ادخلها على طول الفرن. كده اهو. كده اهو. امان يا فندم. دخل الفرن على طول وسيبه يتعايش مع نفسه. وروح عاملين ايه؟ مغطين بالغطا عشان الزبده دي تسيح وتعيش جوه. بعد كده هبقى نرفع الغطا عشان تبدا تديني وش مقرمش لطيف كده لو حبيت. ابص على الفراخ قبل ما اطلع الفاصل بالمره ونشوف وصل لحد فين. بص كده شايفها كده بقى دخلت مرحله التسويه ولا لا؟ ريحه الجنزبيل عاليه جدا والثوم اعلى، سنه الزعتر بسيطه مش كتير. يعني انا من الناس ما بحبش دايما مش كل حاجه احط فيها، يعني ايه لما بعمل حاجه شرقي احب اشتغل شرقي، لما بعمل حاجه غربي يبقى غربي، ما مش كله ايه نفس المقادير وحط ده في حط، لا خلينا نشتغل كل حاجه مظبوطه. بص منظر الفراخ عامله ازاي اهو. الجنزبيل عايزه مش عايزه من دلوقتي ممكن ارفع، اخدت طعمه ونفسه ما عنديش مانع خالص. طب وبعدين هتعمل ايه؟ زي ما انا عملت بالظبط كده، سيبها خمسه تكمل تسويتها وبعد كده هبدا انزل عليها بلسان شعريه عفوا تاني، وهديها كمان بهاراتها واظبط حاجه لو اي حاجه ناقصاها، وهطلع فاصل صغير جدا بعد الفاصل نواصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنا. كنا قبل الفاصل شغالين في الفراخ وقلنا لو حبينا نشيل الجنزبيل نشيل، وانا فعلا شلت الجنزبيل لان ممكن بعض الناس يعني ما تستلطفوش في الاكل. انا من الناس دي على فكره، جنزبيل حلو جدا ومفيد، بس ممكن يكون ايه وانا باكل معلقه الشعريه كده بالفراخ اروح مقرقش حاجه تطلع سبايسي في بقي، انسى ان هو كان جنزبيل. طب ليه حطينا الجنزبيل؟ لا خلينا كده يكون ايه ناخد الريحه والطعم ونرفع زي القرفه، ريحه وطعم ونرفع. بص كده اهو اتفضل. الموضوع بقى واضح جدا، باين كل حاجه اهو. البصلايه بتاعتها بص عملت ازاي، كل حاجه تمام التمام. هعمل ايه دلوقتي؟ ابدا انزل عندي بالشعريه. بسم الله حلو الكلام. ننزلها بس الباقي ده كده ونشربها ومتشك عشان برده نبقى ايه مخلصين الطبق الثاني، نخش في الطبق الثالث بكل ايه هدوء وبساطه. الشعريه محمره بسنه زبده او الزيت اهو كده، وراح عامل كده ومشوحهم في بعض يشموا طعم بعض كده اهو، والم كل الجوانب بحيث مفيش حاجه تبقى طريه والتاني ناشفه بعد ما اشرب، وبسطن كده والم ده كله اهو. سيبها سنه تسخن، لان لو حطيت دلوقتي مش هسمع كلمه او مش هسمع دي مش هسمعها، فانا انا عايز اسمع الحاجه تكون مظبوطه، وما يعني الاكل ما هواش بس شكل، لازم يكون فيه سنس كده عالي. طيب هبدا هعمل ايه دلوقتي بعد كده؟ هسخن حله وهجهز حاجه الشوربه بتاعتي. الشوربه اللي عايز اعملها النهارده شوربه حلوه جدا وبسيطه جدا وسهله قوي، بس شوربه خضار بيتي جدا. شوربه خضار دايما ما بنعملهاش كتير او مش وقتها كتير في البيت، لان بيبقى محتاجين نجيب كل الخضار ونقشره ونقطعه، وبنجيب ساعات البديل ليها اكياس جاهزه وبتبقى فريش برده وفروزن بتشتغل مش وحشه حلو، ودي برده حلوه بس دي الاصل. يعني زي ما بتجيب بطاطسايه حضرتك تقطعيها تقشريها وتحمريها، في بطاطس برضه ثانيه بتجيب كيس، دي حلوه ودي حلوه، بس دي لها طعم ودي لها طعم. زي البرجر اللي كنا بنعمله امبارح، ده برجر البيت وبرجر الشارع، يعني كل حاجه ليها مزاج. هجيب عندي بطاطسايه متقطعه صغير جدا، شايفها يا حماده؟ في ميه، وعندي كوسايه بالعدد، وعندي كمان جزرايه، وعندي الفاصوليا بتاعتي، وعندي البسله، وعندي كمان الكرفس، وعندي كمان البصل وصدر الفراخ.
حلو الكلام ده، مقدم لحضراتكم من كنور عشان يتعمل كمان بمكعبات المرقه عشان طعم الشوربه بتاعتي بشكل بسيط جدا وسهله. طبق الشوربه ده يعني هيتعمل كده اسهل حاجه في الدنيا، ده كله هيطلع معاه مكعب مرقه عشان يديني بس طعم كويس. بس انا بحب دايما افرم مكعبات المرقه يعني تبقى ليها طعم كويس مع الفلفل الاسود ملح بس، مش هحط لها حاجه ثانيه اكتر من كده ولا غير. تعال اقفل من مره الشعريه بدل المرقه سخنت وهي سخنت خلاص، ونخش على الشوربه كده. بسم الله. سمعت ان انا قصدي عليه؟ سمعت ولا ما سمعتش؟ ولا سمعت اي حاجه؟ انت سامع؟ المهم مهم مشاهد يكون سامع. ايوه كده، انت الجميل، انت حد جميل. ابهر بايه؟ ابهر عندي بسنه بهارات مشكله حلوه كده، حلو الكلام. وكمان اديها عندي حبه ملح لطاف، وممكن كمان لو حبيت ادي عندي استلف ربع مكعب مرقه كده خضار حلو بتاع كنور يديه نفس كويس. تقلبتين ما بسويتش انا بقى خلاص كده حاجه ثانيه خلاص. كده سيبها، حتى مش شرط ندخلها في الطاجن، سيبها كده فلفل مع نفسها في قلب الحله قدام حضراتكم، ونشوفها في اخر الحلقه هتبقى عامله ازاي. واعمل كده وغطي ومتشكرين. وطي النار عشان ما تبقاش الحاجه مني محروقه وتبقى اوفر. احنا بنعلي النار بس في اول الطبخه بحيث نخش في سخونيه نسمع الطشه والتشك واللون والحاجات دي كلها، اما الاساس واحد. طيب هاجي على الشوربه ونبدا نشتغل بيها. انا الشوربه بعملها ساعات بزيت وزبده، يعني الاثنين ما بيقولوش لا معايا، بس ما ينفعش احط زبده في الاول عشان ما تحرقش مني. كل الخضار ده كله سهل جدا في تسويته، الاهم من التسويه ان انا ما اعملش كل الخضار زي بعض. يعني مثلا وضح لي يعني ازاي، يعني مبدئيا الجزر بياخد وقت، البطاطس بتاخد وقت، لو نزلت بيهم كلهم مع بعض مره واحده الموضوع معايا هيبقى فيه مشكله. واحد يقول لي هو انت ليه بتفرم في مكعبات المرقه؟ اقول له حضراتكم لما بعملها بايدينا كده هي مش وحشه، بس هي 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 هتبقى لو جت في بقي وانا باكل ممكن احسها حادقه، لكن لما بتتفرم وبتبقى قدامي ومتشوحه في قلب الاكل او معموله في قلب الشوربه وبتغلي براحتها ما تبقاش مكلكعه. دايما المكعب كده، المكعب دايما لما الاقيه فريش كده وبتقطع بالشكل ده بتكسر كده، ده كده فريش. اما لما تلاقيه معجن قوي وملدن قوي ده بيبقى ايه برضو ايه يعني الافضل ده كده اهو. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب الاول حاجه بسم الله بصلايه حلوه كده مع سنه زيت. ركز معايا، الحاجه جميله وبعيش ايه؟ طب ما احنا معلش واحده واحده يا حاجه جميله. الو، طيب الحاجه جميله، طب معاك رقم تليفونها؟ طب ما هي عشان معاش رصيد احنا ما دخلهاش تتكلم تاني بقى، حاول تاخد رقم تليفونها واحنا نرجع لها نكلمها. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ما تخليهاش تخش على الهواء برصادها هي بالمكالمه اللي عندها، فاهم؟ يعني بدل ما تقول لي الجملتين دول عشان اتكلم معاها بسرعه، لا. طب وليه؟ ما احنا نتكلم معاها براحتها وبراحتنا، ولكن من عندنا احنا، ايه المشكله؟ طيب طب ماشي يلا اتصرف. بصلايه حلوه كده بتتشوح مع نفسها الاول، شايف الكلام؟ دي حبه شوربه بقى يتعملوا على مزاج شويه. بعض الناس تحب فيها طماطمايه، في ناس تقول لك لا ما بحبش فيها طماطمايه. برضه انا بقول ده وما اقول ده. في ناس تحب يحط فيها كمان لو حب صلصه طماطم، انا بقول لا خليها شفافه. شوربه خضار كده الواحد يشربها قبل الاكل كلها طعم كويس، تبقى بوله شوربه حلوه كده على ايه؟ على المائده بالهنا والشفا. هديها صدر فراخ، هديها حته لحمه، مش هتفرق معايا كتير، هي الاساس عندي شوربه خضار. والافيد بالنسبه لي هي شوربه خضار. بشوح البصليه كده كويس وابدا انزل عليها على طول بحبه كرفس كمان. وازود كمان كرفسه، بحب الكرفس جدا في الشوربه، بيعلي التيست هو والكرات جدا. نلم مع بعض شويه، يبقى بصل وكرفس وكرات الاول كده. فكره الفراخ زي ما اتفقنا هو اختياري، ما هياش حاجه اساسيه يعني. الريحه بتطلع حالا وبتعلي التيست جدا مع البيض الخضار من الكرفس والكرات اللي بتكلم عليهم دايما دول. حلو الكلام كده، ما اسيبهمش يتلسعوا مني. انزل بايه؟ انزل بالجزرايه. تاخد وقت شويه الجزرية برضه وقطعها صغير. بعض الناس تقول لك طب ما تخليها مبشور، اقول لك اسف، مبشور ده في الكولسترو او في السلطه، لكن في الشوربه لازم أن تكون الحاجه قدام برنواز، التقطيعه اللي هي الصغيره اللي زي حضراتكم شايفينها دي، تكون كده تحس ان تبقى في المعلقه من كل حاجه قدام. لكن لو حطيناها مبشوره هتلاقي الشكل مختلف تماما خالص غير اللي احنا بنتكلم عليه، ومش هتعرف تستطعم بيها لانها تبقى مبشوره وهتدوب مني في التسويه وانا مش عايز كده. بقلب دايما كده انا شغال بمعلقه تكون سيليكون زي كده، بحس برضو ما اخشش في حته الاحتكاكات بحاجه سلستين او حاجه، او اخربش الحله او غيره. نعم.
عيني. هصفي البطاطسيه بالمره يا مدام ناديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. صباح الورد. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم تحت امرك. كل سنه طيبه قوي. وحضرتك طيبه يا فندم وبخير. تسلم ايدك على كل حاجه بتعملها. ربنا يبارك لك يا مدام ناديه. انا من ذوق حضرتك يا فندم. ربنا يخليك والله وحشنا والله. ربنا يخليك. كل يوم بحاول ان انا بوصل لحضرتك والله العظيم بس للاسف بقى. معلش عندنا احنا دي بعتذرلك بس والله المكالمات بس نخش على بعضها احنا اسفين جدا معلش. دايما كده ربنا يحبس فيك مخلوق يا رب. اللهم امين يا امي. اللهم امين. تحت أمين امرك يا مدام ناديه. طلب من حضرتك طلب يعني معلش والله لو في ايدي ما يعني مش هتاخر. تحت يا امرك يا رب. الله يخليك. لا احنا يعني معلش انا عايز اوصل لمدام ريهان سعيد. عينيا بس كده. لا عليك وحياة اغلى حاجه عندك. بس انا عايز اوضح حاجه بس على ريهان سعيد. اعلام مش عارفه اوصل لها. طيب هو اللي انا فاهمه طبعا ريهام سعيد هي بتتابع البرنامج بتاعي وانا واثق في ده كويس فسمعانا اكيد نصبح عليها كلنا. هو انا فاهمه بس ان هي اجازه اليومين دول حلو عشان عقبال عندكم اجازه وضع مظبوط كده يا شباب وانا غلطان؟ مظبوط. فهي عشان بس هي اجازه لان هي في اجازه وضع المفروض فربنا يقويها بالسلامه ان شاء الله. فهنوصل للبرنامج ورا حضرتك او رقم تليفونك تمام كده؟ بالله عليك الرقم عند حضرتك تاخده. حاضر. بالله عليك. حاضر. صحيت اغلى حاجه عندك. حاضر والله. حلفت بالله اغلى حاجه عندي في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى. هنبعت لريهام سعيد رقم حضرتك او للبرنامج لان زي ما قلت لحضرتك هي اجازه عشان هي ربنا يا رب يكرمها وتقوم بالسلامه لان هي في اجازه وضع فربنا يديها الصحه. مظبوط ولا انا معلوماتي غلط يا شباب؟ محدش يرد عليا ليه؟ يعني مظبوط. طب يا عم خططوني تمام. وبرده خد رقم تليفون المدام وابعتوا للشباب الكروب بتاع ريهام سعيد وان شاء الله لما تنزل من الاجازه يكون ورقها كله او حاجتها كلها جاهزه بحيث برضو ده شغلها واكيد الناس مستنياها ترجع بالسلامه ان شاء الله. هرجع تاني للبصلايه مع الكرفسايه مع البطاطسايه. بص الكلام كده يا حماده شايف الموضوع ماشي ازاي؟ موضوع بسيط جدا وسهل جدا اهو اهو. يتشوحوا مع بعضيهم يشموا النار مع بعض. اروح اعمل ايه بقى دلوقتي؟ ابدا انزل عندي بالفراخ تبدا تديني نفس اهو. صدر فرخة صغير جدا يفلفل بس كده يديني نفس وطعم كويس اهو. كله مع بعضه واحده واحده ما يبقاش في حاجه او مش اروح منزل كله لا عايز كل حاجه واحده واحده اهو. اول ما احس ان الفراخ بدات تتشمع ابدا بقى اقفل حاجتي كلها واطعم الامور واظبط كل حاجه. اهي اتشمعت الفراخ شايفها اهي. هبدا انزل عندي بالكوسه وعندي البسله والفاصوليا كل حاجه تنزل مع بعضيها اهو. قطعها صغير جدا كله كده اهو اهو بالشكل ده. عايز اشكر يعني من ضمن الحاجات لسه كان شباب بيبلغوني بيها قبل الهوا كان في كام مكالمه معانا امبارح على الهوا وطلبوا مننا حاجات والحمد لله بعتناها النهارده لاصدقائنا جمعيه مصر الخير بنشكرهم طبعا وبالاخص مدام سهير ان قبلت امبارح كذا حاجه من عندنا وان شاء الله يحاولوا دايما يساعدونا عشان احنا حبايبنا ومشاهدينا بيبقوا عشمانين في ربنا كتير جدا واحنا لازم نحاول نقدر قد ما نقدر نساعدهم وهم معروفين يعني بالخير دايما واحنا دايما مع بعض وبشكركم جدا طبعا. كده شوحنا تمام جدا ما استناش اكتر من كده بقى اجيب مرقتي وابدا اقفل حاجتي بقى عشان تاخد وقتها. بسم الله اهو. انسى يا معلم ادي المرقه و مكعبين المرقه بتوع الخضار اللي قلت عليهم من شويه الخضار دول اهم تمام ينزلوا كده برضو كده ماشي الكلام وندي بص بقى على التست بقى من عندك حبيتين اهم شايفهم مستكه وورقه غار حبيتين حبيتين حبهان. يا دعاء صباح الورد يا اختي. الو صباح الخير يا شيف علاء. اهلا وسهلا بيك يا دعاء من الجيزه. صباح الورد يا فندم. انا ممكن عايزه اعمل الكب كيك. الكب كيك عينيا الاثنين. حاضر اوامرك. تحت امرك يا دعاء. اي خدمات تانية يا فندم؟ لا شكرا. بشكرك جدا لذوق حضرتك واتصالك لينا. شكرا جزيلا لحضرتك. بص منظر الشعريه يا فندم. تعال تعال ما تكسفش والنبي اهو. شايف المنظر اهو. كان اهم حاجه عندي وانا شغال ان اسوي الفراخ كويس عشان بعد كده مفيش تسويات خلاص ولا فرن ولا غيره. دي المفروض تتغرف كده على طول اهي اهو. يعني انا كده جاهز للغرف على طول اهو. شايف الكلام اهو. انا بقلب بس كده ايه بهويها اهو كده. دي غرفه على طول من هنا والشفه ما فيهاش كلام
اهو شايف الفراخ عامله ازاي؟ شكرا. حبه شعريه على مزاج. خلينا بص برده بص حلوه على في الفرن عشان عارفين كل حاجه في نفس الوقت، شايفين كل شيء شغال في نفس الموضوع. مقادير الكب كيك يا شباب على الشاشه بعد اذنكم عشان نتكلم عليها لاختنا. وده كمان خلصان. اتفضل انا هجي لك جنب الفراخ. اللهم صل على النبي. بص المنظر، تعال ادي لسان العصفور. نجيب بس حاجه نقلب عشان نشوف الدنيا فيها ايه. اه بص لسان العصفور، شايف المنظر؟ شايف اللحمه؟ اه شوف شوف المنظر. اه نجيب من تحت كده في النص. اه اه كل حاجه واضحه قدام حضراتكم بكل بساطه، من غير افتكاسات ومن غير تفاصيل كتير. مش كل حاجه قدامنا نحطها في قلب الطبق، بحيث ان الحاجه يكون في طعم مختلف، وهنا يكون في شكل مختلف، يكون في نفس مختلف. ما بقاش كل المقادير كلها في طبق وكل المقادير كلها في طبق، احنا في الاخر هناكل طعم واحد. فالفكره الواحد لما يجي يسلق حاجه ويجي يتبل حاجه نغير من دي عشان يلاقي طعم من ده وطعم من ده. بس ده المقصود كده. لكن انت طبقين خلاص على الغرف على طول، حضر اطباقهم نغرفهم. وعند الشوربه اديني التليفون لما اطلع فاصل. طب اوعى انا عشان ما حدش يزعل مننا. طيب بص الشوربه عامله ازاي؟ شغاله وسيبها خالص. انا عندي كده فاصل صغير جدا، هطلع فاصل وبعد كده هرجع ان شاء الله تكون الشوربه دي. بص عامله ازاي؟ شايف منظر الشوربه؟ ما فيهاش يعني شايف ريحه الخضار الفريش؟ يعني نداء يعني كبير من عندنا شخصيا. يا سلام لو كان في، والله ما بهزرش، ما تضحكوش عليا، لو كان في كاميرات بتشم البخار اللي بيطلع في الاكل ده، اكيد انا هبطل رغي شوي او ههدي الكلام شوي. لان الريحه لما بتوصل لحضراتكم مش كلام، هيبقى الموضوع فيه اكتر مصداقيه، مش بس عند اي حد. الاكل بالذات هو حاجتين بيتحس، يعني تبقى انت حاسس ان الاكل ده كويس فتقدر تاكله او بيتشم. العين دي ممكن العين يعني تتخم كتير، ممكن نتخم في حاجات كتير جدا. وبدليل حتى كمان في اي حاجه ممكن تشوفها في الاخر تقول ايه، هي اصلي ولا كوبي، يعني ممكن تقول اه او لا. الاكل بالذات لازم يكون اصلي، لازم يكون حاجه اوريجينال، ما ينفعش يكون حاجه حلوه او نص حلوه، هي حاجه واو، ما فيهاش كلام. تعالى اطلع فاصل صغير جدا، بعد الفاصل نقفل اطباقنا ثم نوصل. اتفضل يا فندم. مرة تانية مع الأم هنا. طيب تعالى كده سريعا، معلش حمادة لو تكرمت، يعني أنا معاك هنا وهنا، بس عايز أقول لك أنا عملت إيه في الفاصل عشان بس نبقى واضحين مع حبايبنا. حطينا هنا الشعرية مع الفراخ، بس كان عندي بصلاية محمرة، بصلاية كشري كلنا عارفينها دي، دايما بعملها مع الكبسة، بحطها على الكبسة كده على الوش بتديها طعم كويس قوي، زي بصلاية الكشري بالظبط. تجيب بصلاية بتتحمر بشكل بسيط جدا في سن الدقيق، تتحمر وتتنشف، تطلع معايا على وش الشعرية بشكل غير طبيعي. ارمش كده معلقة الشعرية مع معلقة حتة الفراخ، وتلاقي بقى ايه البصلية بتقرمش، ليها طعم عالي قوي. بس حط سنة ملح، وحضرتك بتعملي البصلية عشان تطعم، يعني ملح وفلفل وقلبيها مع بعض، وهات الدقيق وعفريها وانخليها من الدقيق وحمريها في زيت سخن وغويط، تطلع بالمصفى وتساب شوية على منديل ومتشكرين، تطلع معايا تبقى طعمها حلو جدا ورائع. طيب حاجة تانية، الشوربة خلصانة، نبص عليها برضو مع حضراتكم ونسيبها تستوي لحد ما تاخد وقتها وتتعايش. بهاراتها زي ما حضراتكم شفتوها، حبهان، ورق غار، سنه مستيكه بسيطه. بص المرقه عامله ازاي، شايف؟ اه فراخ جوه مش ملسوعه، ولا الخضار بتاعي الاولاني خالص اللي هو البصل والكرفس، شايفهم مش محروقين، لان دول اكتر حاجه بتبان وبتعيب الشوربه. ايه يعني ايه مش فاهم؟ احنا بنعرف نعمل شوربه برضو، بس انا عارف والله يا جماعه واثق انتوا بتعملوا كل حاجه احسن مني، بس انا بقول اساسيات بسيطه جدا ممكن يكون بيتكلم عنها بالتفاصيل شويه. يعني ايه البصلايه تتحرق منك؟ يعني وانا بقلب كتير جدا البصلايه اللي فيها زيت او فيها زبده وسهيت عليها سنه هتحمى، هتبقى محمره، هتبقى مصفره، مش وجودها في الشوربه حلو.
لان بعد ما بنحط الخضار كله بيبقى زيها، فبنحط المرقه بعد كده بتغلي، فتلاقي البصل والثوم او البصل والكرفس اتحط في الاول واتلسع بيعوم على وش المرقه، بيبقى مسمر كده صغير جدا. بعض الناس تقول لك لا ده فلفل اسود، وبعض الناس تقول لك لا هو ايه ده وليه، يعني انا بتكلم في التفاصيل اللي ممكن حد يكون بيسال دايما هو ليه بتطلع معايا كده بس. والمرقه بتبقى معايا نظيفه طول ما انا حاسس المرقه كويسه وشايفها شفافه قدام حضراتكم. وبرده بيني وبينكم حبايه المستكه بتعمل دور كبير قوي، حبايه المستكه ليها طعم كويس قوي. تعالى نغرف الشوربه ما دام خلصانه وتم التمام. وماله الدين الحاج رحمه، صباح الفل يا ماما. ازيك يا شيف علاء؟ اهلا وسهلا بيك يا ام، ازيك؟ كل سنه وحضرتك طيب، وحضرتك طيبه وبخير وكل اللي عندك. الله يخليك يا ام ويديك الصحه يا رب. اخبارك انت عامله ايه؟ تسلم ايديك على ايه الطاجن اللي التحفه ده ولا يطلع من اجدع ست. الله يبارك لي، انت احسن. الله يبارك لك، ربنا يخليك يا رب. احسن واحلى واحلى كمان. الله يخليك يا ام ويديك الصحه، انت حاجه رحمه بتاعت سوهاج. ايوه على فكره انا عملت لك الفطير وجيت قدام المدينه ومحدش رضي يوصلني ليه. ازاي الكلام ده؟ والله قعدت لغايه الساعه 5 قالوا لي لسه ما خرجتش. امتى؟ كان يوم خميس. طب ما انا خميس ده النهارده موجود قاعد ولسه خلص وهسجل وقاعد. لا طب والله لا ده قبل العيد، والله قعدت يا شيف علاء اقسم بالله. طب والله العظيم زعلت. واتلطعت حتى بتوع الامن يعني بقيت اتحايل على ده، طب وصلوني بس للشيف علاء. طب والله العظيم زعلتني يا حاج رحمه، وانا بعتذر لك بس والله ما عندي علم ولا اعرف، ما حدش بلغني يعني حد بلغني. جايبه جبنه قديمه يا حبيبتي. والله العظيم وقعدت زي بالمشنة زي شفت الشحاتين اللي بيقعدوا قدام. شحاتين ايه يا حاجة؟ اسكتي صلى على النبي. وانا انت العز كله يا حاجة. اصلا بتحرج، انا بتحرج والله العظيم يعني. انت حركتيني اكتر ما انت اتحركتي، يعني زعلتيني كمان. والله يا ابني انا قلت لهم قالوا لي الظهر كان عندك شغل تاني، ما يعني ما خرجتش في اليوم ده. مظبوط، انا بخلص هوا وبسجل مثلا الحلقه كده ولا بتاع. بسجل قالوا لي فعلا هو بيسجل. مظبوط، يعني ما بروحش على طول، يعني الحلقه انا باجي قبلها بساعتين وبروح على خمس ساعات. قعدت للساعه 5 والله داخله بيتي الساعه 7. والله العظيم انا اسف. والله العظيم والله العظيم وحياتي اللي زرت بعرف يا حاج. كانت واقفه عندكم الحته هناك بتقف واقفه. أيوه. وحشه. ايوه والله. وانا طبعا كنت مديانه عربيه بس مشيتها، قلت لهم انا هتاخر شويه. يا حبيبتي والله العظيم ما جيتش. والله العظيم يا سيف علاء معلش، عندي برضو العمليه عندي. والله يا حاجه ما جيتك على راسي وعلى دماغي وعلى دماغك حضرتك. يعني انا مع رقمك انا اصلا مش معايا، والشيف محمد لما بيبقى على هوا ما بيردش على تليفون الخاص. ايوه يا حاجه احنا بنعتذر لك جدا. بنعتذر لك جدا والله، وشنا منك في الارض والله العظيم. لان لا يا ابني، لان جيتك على راسي انت كتر خيرك يعني. انت مش فاضي طول الوقت. لا برضه افضلك يا حاجه، انت جايبه لي فطير من الصعيد. يا نهار اسمح عمايل، يعني شايله فطير من سوهاج. كنت جايبه لكم كلكم مش حد كمان بس. اللهم صل على النبي، ربنا يخليك. والله ده انا كنت جايب الكل اللي موجودين اقسم بالله. لا ليكي زياره خاصه بعد اذنك، ممكن تسيب رقم تليفون الكنترول بعد اذنك، وزياره خاصه لازم اقابل حضرتك فيها. ممكن ربنا حاضر. انت هتنزل القاهره امتى من غير فطير ولا غير حاجه؟ من غير. خلي بالك في حاجه حلوه انا هعملها واعزمك عليها. ده شرف ليا يا فندم والله، شرف ليا. حاجه حلوه حاجه مش هقول لك ليك غير لكده لانها هتبقى مفاجاه. ما شاء الله، ربنا يا رب يخليه دايما عندك مفاجات حلوه ويجعل الخير دايما عندك يا رب. انت لازم تبقى فيه عيني. تبقى فيها ولازم تبقى معايا واعزمك في نفس المكان عيني. اللي هتبقى فيه. عينيا تأمريني واجي حد عندك. عينيك انت والشيف محمد لو حد عايز ايه. الله يخليك يا ماما، بشكرك لاتصالك. سلمي على كل الموجودين والمخرجين وبتوع الاعداد. ربنا يخليك يا حاجه رحمه، بشكرك. كلهم طيبين يا حبايبي. وبعتذر لك المره الثانيه ان انت ما عرفتيش تقابليني. لا وانا يا اسف. لا يا ابني غصب عنك، انا عارفه عافيه عذرك. معلش احنا اسفين جدا. انا عافيك عذرك يا ابني. ولازم نتقابل ان شاء الله في فرصه ثانيه ومن غير فطير نبوس دماغك. ونشكرك لمجيتك لينا والله. هجيب لك واعمل لك طاجن مسقعه. اللهم صل على النبي. القراصيه واللحمه الانسه. ما تلعبيش في اعصابي بالمسقعه، انت عارفاني يا حاجه صح، يعني بحب الحاجات الحلوه دي. بشكرك. لا ده انا طاجن محدش عمله قبل الله كده. انت ايدك زي الفل ولسانك زي العسل. وبشكرك بشكرك رب. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. يعني والله ما اعرف بس صدقيني يعني حاجه، وحتى كذا حد برضو يبقى نفس المطب ده بقع فيه ما بيقولوليش، لاني طبعا مشكوره للامن بتاع المدينه، بيبقوا هم طبعا يعني عارفين ان احنا جوه وعارفين ان احنا بنشتغل، بس برضو يعني المفروض كان يبلغونا. فانا بعتذر لك بنيابه عنهم، لان برضو ممكن يكون حد فيهم مش معايا رقم تليفوني او حاجه. واحنا بجد بنبقى في الاستوديو هنا، انا باجي قبل الهوا بشويه وبروح يعني اخر اليوم، لاني مش بس الساعة، احنا في حاجات قبلها وفي حاجات بعدها. فبعتذر لك جدا، وان شاء الله نتقابل في وقت تاني ان شاء الله، وتشرفينا او احنا طبعا نيجي لحد عندك. انا خلاص خلصت الحلقة، بشكرك جدا، ودي كانت حلقتنا. وحلقة جديدة بكرة ان شاء الله، بكرة الجمعة عندنا حلقة جميلة جدا مميزة.
عندنا طالبة من أكبر جامعة في مصر، جامعة خاصة، والمعيدة بتاعتها حاجة كده يعني مختلفة من نوعها. إن شاء الله هيشرفونا، نعمل بكرة حلقة حلوة حضراتكم إن شاء الله، حلقة جديدة وفي نفس الميعاد، والسلام عليكم.